ايه في ايه؟ انت مين؟ اركب عربيتك وشوف لك ركنه في مكان تاني. انا باركن هنا كل يوم يا عم. مقفول النهارده في صيانه. صيانه ايه؟ انت هترغي؟ اتكل على الله. بقى انا فناطك وانا طائك وافتح لك طاقه القدر وانت تعملي معايا الدنيا. جريان يا زباش، هو انا كنت عملت ايه يعني؟ خلي الحوار في الدغري عشان الكلام يجي في العدل، لان اي حوادايه معايا اخرتها سد. ونعم الشريفه ما عملت حاجه، ده انا بنت غلبانه بجري ورا لو بتعيش. الكلام ده تقوليه لاي واد كورك تسلميه، انما مش لناس. ابو سيدك ابو سيدك سمح المره دي. هي المره عندي مره واحده بس، والبرهان قدامك اهو. جتة ملهاش متوى، وبيتكو خلاص بقى كوم تراب. يعني انت دلوقتي يا حلوة بقيت في الطل، صلت ومعلت. ابو سيدك اعتبرني بس سحت رجليك، سمح المرة دي اعتقني. ابو سيدك الله يخليك. ما تخافيش، انا مش هموتك برصاصة ولا بضربة سكينة ولا بضربة مطوة ولا محروقة. عارفة كل ده ليه؟ لان انت غالية عندي قوي. انما انا بقى هموتك موتة عالكيف. أصل العيال اللي ورايا دول كل واحد فيهم عاوز حتة منك. يلا يا ولاد اتعشوا. حاولي لا اعملوا كل اللي نفسكم فيه عشان أنا عايز أتموت بمزاج. يا باشا يا باشا يا باشا. حكومة إيه؟ حكومة. اخلع أنت وهو حكومة. كانوا هنا يا باشا. هما راحوا فين؟ معرفش. والجراج ده بيبقى ضلمه كده على طول؟ عمره ما كان ضلمه. طب قدام وريني. اتفضل. تعالى. يا رب استرها. استرها معانا والنبي يا رب. يا رب. ده انا تايب تايب وناوي على الاستقامة. ماشي عدل نبي يا رب. انا تعبت من الاختبارات بقى. كفاية اختبارات كفاية. والنبي سترك سترك عشان خاطري. نبي يا رب استرها معي. اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بتكلم مين يا بيبي موطي صوتك كده؟ بسم الله من الشيطان الرجيم. والمصحف والمصحف بكلم ربنا. يا راجل يعني مش بتمسح الرسائل كالعاده يا بيبي؟ رسائلي رسائلي ده الدعاء ده هو. انا كنت بقرا الدعاء بتاعنا عشان ربنا يكرمنا مع بعض ويصرف عنا الشيطان. طب تعالى يا اخويا نصرفه مع بعض الجو. تعالى. برضه مش مصدقيني. لا حول ولا قوة الا بالله. اشمعنى زمان كانوا بيصدقوني مع ان كان كل كلامي كذب؟ استرها معانا يا رب. استرها معانا. تحاولش تضحك عليا بأي كلام، أنا خلاص زهقت بقى يا عمر. والله العظيم، والله العظيم كنت واقف بقول الدعاء اللي هو الدعاء بتاعنا. بطل الكذب بقى يا عمر أرجوك. أنا سامعاك في قدامي وأنت بتتكلم، وأول ما شفتني قفلت التليفون على طول. فين ده؟ فين ده؟ آدي التليفون، آدي التليفون، بصي شوفي في رسالة في مكالمة. بس بصي لنفسك. لا والله هتمسحها كالعادة، ما انت بتمسح المسجات والتليفونات كلها كل يوم. يا حبيبتي ما هي دي مسجات المرضى، استفسارات العيانين والعيانات، اخليها ليه على تليفوني؟ انت كل يوم بتثبت لي ان احنا اتسرعنا في الجوازة دي يا عمر. يوه
وانا كل ما اتكلم معاك هتقولي البق الخيبان ده في ايه بقى؟ عشان دي الحقيقه يا عمر، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا احس ان انا مراتك وعملت كل اللي اقدر عليه، وانت ولا انت هنا دايما بتهرب مني باي حجه. دي اول مره في حياتي ارقص. كريم جد النبي انت رأسك خطير، ده عجبني جدا. عمر انت مستفز قوي يا عمر، مستفز جدا. مستفز جدا ليه؟ يوه استني بس استني، انا بهزر معاكي بهزر يعني، عشان بدل ما انت معقده ومكلكعه كده بفكك. بدل ما انا مكلكعه ومعقده كده فك انت بقى يا عمر. لا 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 حس بيا انت بقى يا عمر. صلي على النبي يا ماما. انا خلاص تعبت يا عمر. راح يا ماما مش كده. اوعى كده، عايز انام يا عمر اوعى كده. طيب طيب جهزت كل حاجه؟ العينات تمام وست محضراها جوه. طيب مفيش اي حد من اخواتنا البعض دول في المستشفى؟ كلهم مشوا، مفيش حد موجود الا اللي تبعنا. صفو لسه شايفها انا من شويه، خلصت نبطشيتها ومشت. بالحق العينات بتاعتنا حطيتها في مكانها، شلنا الاستنكار وظبطنا كل حاجه. اهو كده كده الواحد بقى يشتغل وضميره مستريح. طول عمرك امير وابن حلال يا دكتور الله. يا خبر، مش قلت لك يا دكتوره؟ بياخدوا عينات الدكتور عمر ويحطوا مكانها عينات الحاله بتاعتهم اللي مفيش منها فايده. ودي مش اول مره على فكره. انا هختفي انا بقى، بس واحد حد يا دكتوره يحس باي حاجه ده اروح انا في داهيه. ده هم اللي هيروحوا في 60 داهيه. صفوه غازي انت ايه طالعه كده لمين؟ مفيش اي دم، مفيش تحمل مسؤوليه، بتبصي لي كده ليه؟ تقصدي ايه؟ ما قصدش حاجه يا مامي، بس انا من حقي ان انا اغير جو، زهقانه هطق هموت. هو انت في حد عايش عيشتك؟ ده انت عايشه على مزاجك، الجامعه وخلصتيها بالعافيه ومن ساعتها مقضيها هلس وسهر، الا ما فكرتي مره تيجي تقفي مع ابوكي في الحمله. كفايه انت واقفه معاه تمام. وانت ما تقفيش معانا ليه ان شاء الله؟ مش لو باباكي نجح الخير هيعم علينا كلنا؟ لا بس انا مش هبقى سيده مصر الاولى. انت بتتريقي عليا؟ لا انا بس عايزه اعرف حضرتك مين المستفيد. انت قللت الادب وما تربيتيش. بدل ما تفضلي تشتمي وتهزقي وتمدي ايدك روحي شوفي جوزك بيعمل ايه من وراكي. انت بتقولي ايه؟ جوزك سياده الرئيس المنتظر، زي ما باع مبادئه القديمه واحلامه الورديه مع اول دق للكرسي، باع حضرتك يا مدام، وبيجري ورا بنت اصغر مني في السن، وبكره هتشوفي صوره مع الفيسبوك. عفا ربيع الكلام ده صحيح؟ صحيح وبتاع ايه؟ انت بتصدقي الكلام الفارغ ده؟ امال ايه حكايه الصور اللي بتقول عليها دي؟ هي صوره خدوها لي واحده من الجمهور بتاعك كانت واقفه جنبي. دي تبقى مصيبه لو نزلت على الفيسبوك. انت عارفه ان الفيسبوك ده بيلزق لي اي حاجه كل يوم. انا لازم اكلم شباب الحمله يعملوا سيرش عليه حالا. ميار انت بتصدقي الكلام ده؟ انا خايفه لحاجه زي كده تنزل تضيع علينا الدنيا، تبوظ لنا كل اللي احنا عملناه. مش عايز سمعتك تتلط، الموضوع ده ياثر عليك جدا وياثر عليا، لازم اكلمهم حالا. الو ايوه يا عادل اسمعني كويس. ادينا جينا البيت وسيبنا النصابين يسرقوا ويعملوا عمليات في الدرع علشان نعرف نتكلم. اتفضل اتكلم يا دكتور، بس اللي انا عايزاك تعرفه كويس اني مش هسكت. لا يا حبيبتي هتسكتي. انت بتقول ايه يا غازي؟ ده انا شايفاهم بعناية بيسرقوا عينات الدكتور عمر وتقول لي اسكت؟ ما هو ده اللي هيحصل يا روحي. انا مش قادره افهمك. مش مهم، المهم انك تعملي اللي انا اقولك عليه. ده انا كنت فاكرك هتاخدني ونطلع على النقابه ولا النيابه عشان نبلغ، تقوم تقول لي كده؟ طاعه الزوج فرض يا صفوه. فرض؟ انا بقول لك حراميه ويعلم ايه تاني؟ برضه مش هتتكلمي؟ اوعى تكون. ايوه يعني لو عايزه تبلغي عنهم بلغي عني من الاول.
انت يا غازي، انت شريكه؟ ها قلت ايه؟ هتودي جوزك السجن؟ والنبي يا اخويا خد بيدي احسن، مش قادره. تعالي تعالي. ندى انت تاني؟ دكتور عمر يا محاسن استضاف. وانا صلاح. اتنيل اتنيل وشيل الشنطه وخش جوه. طب اسندها شويه بس. خش جوه وشيل الشنطه. انت عارف يا دكتور ان انا عندي نزع انساني. يلا يا ابو نزعه. كل حاجه مكوش عليها. ما تبرطنش. طب مش هتبطلي حركاتك دي؟ حركات ايه يا حبيبي؟ هو انت مش دكتور نسا ودي مستشفى وانا واحده حامل؟ ما هو برضه بيقولوا لا نصيب. ترمي نفسك عفة علشان ده مكان شغلي. مكان شغلك وينفع ان انت تروح شهر عسل وتسيبني حامل كده تعبانه في ابنك؟ شهر عسل؟ مش عارف يا بنت. عشان انت حبيبي ابو ابني انا اعرف عنك كل حاجه. نوري من هنا دلوقتي عفة بدل ما تربق الدنيا على دماغك. غوري غوري. ايوه يا محمد ماشي يا عمر.